بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل السادس لمكرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن البيج ريبليسمنت الجوريزمز، لكن هنكمل كلامنا عنها، وإحنا كنا قلنا الفرق اف اي اف او في الجزء اللي فات. المرة دي هنتكلم عن لوغاريتم جديد اسمه الأوبتيمال الجوريزم. بس قبل ما أبدأ أكمل كلامي على الأوبتيمال، هنبدأ نقول في ظاهرة اسمها ظاهرة بليدي أنومالي. الظاهره دي بتقول ايه يا جماعه؟ بتقول انك انت من المتوقع طبعا بالنسبه لك ان كل ما زادت الفريمز، مش كده، كل ما زادت الفريمز عندي وايه، كلما قلت الاخطاء. ليه؟ لانك انت بتوفر اماكن، الفريمز كتيره فبتوفر اماكن. بيقول لك لكن خلي بالك، لا الظاهره دي ايه بتقول ايه؟ بيقول خلي بالك، في بعض الاحيان، في بعض الاحيان كلما زادت الفريمز ممكن الاخطاء كمان تزيد عندك. فالظاهره دي اللي هي الظاهره العشوائيه دي او ظاهره الاختلاف، فبيسموها ظاهره بليديز انومالي. معايا؟ لو سمحت انت كده حاول تطبق المثال ده في البيت، اعمل على الجزء دوت كده المثال دوت، طبقه عندك بيج ريفرنس اهي، تحاول تطبق الاف اي اف او على 4 فريم و3 فريم وشوف ايه اللي ممكن يحصل. جميل، تعالي نكمل كلامنا على الاوبتيمال الجوريزم. في الاوبتيمال الجوريزم يا جماعه احنا بنقول ايه؟ احنا هنبدل البيج اللي موجوده في الذاكره واللي مش هتستخدم على المدى الطويل. يعني ايه؟ شوف بدك ايه؟ select as victim the page that will not be used for the longest time. تعال نشوف الكلام ده بمثال، نشوف الكلام ده بمثال. برضو هنحط السترنج بتاعنا قدامك اهو اللي احنا ايه؟ خدناه الجزء اللي فات، ها؟ ونبدا نقول ايه؟ عايزين نخدم البيجز ذات الارقام التاليه. وبرضه بايه؟ مع وجود 3 فريم. طيب نشوف مع بعض كده ونطبق قاعده الاوبتيمال. بيقول لك السبعه عايزه تقعد، تقعد مكان مين؟ تقعد خلاص ما هي فاضيه قدامها، خلاص تقعد. طب والصفر تقعد فين؟ تقعد ما مكان عندها فاضي اهو تقعد فيه. طب والواحد عايزه تقعد، تقعد فين؟ ها فعلا تقعد هنا. جميل، اذا في الاول خالص طالما في اماكن فاضيه، ها السبعه والصفر والواحد هيقعدوا بالترتيب. طب يجي الاثنين عايز يقعد، يقعد فين يا جماعه؟ يقعد مكان السبعة ولا الصفر ولا الواحد؟ نطبق قاعدة الأوبتيمال. الأوبتيمال بتقول إيه؟ هنحل محل البيج اللي مش هتستخدم على المدى البعيد. طب المدى البعيد ده يعني فين يا جماعة؟ يعني مستقبل. بص نبص على مستقبل البيجز اللي قدامك دي كلها، نبص على الأرقام اللي قدامك دي ونقارن مين أبعد واحدة بالنسبة للاتنين. طيب شوف معايا كده، هنقارن السبعة والصفر الواحد. الصفر جنبي أهو، شايفه جنب الاتنين، ومين كمان جنب الاثنين؟ الواحد قريبة شوية. مين أبعد واحد؟ السبعة بعيدة، شايفينها؟ آه. إذا طالما السبعة بعيدة عن الاثنين زي ما أنت شايف كده أهو، أيوة بعيدة قوي، يبقى نحل إيه؟ محلها وتقعد مكانها. فعلا تخرج السبعة وتقعد الاثنين مكانها. فهمنا يعني إيه بقى أبعد واحدة بالنسبة للبيج؟ جميل. طب الصفر يا جماعة عايزة تقعد، طب ما نقول ما انت موجوده، ما فيش عمليه تحصل عندك خلاص. طب والتلاته عايزه تقعد، تقعد مكان مين؟ قدامها تقعد مكان الاثنين او الصفر او الواحد. بص كده على التلاته، مين اقرب لواحد لها؟ الصفر قريبه، صح؟ طيب والاثنين قريبه نسبيا، مين ابعد واحد؟ ايوه اهو الواحد، شايفينه بعيد قوي ازاي عنها؟ يبقى تقعد مكانها. فعلا يبقى الاثنين تفضل زي ما هي، والصفر والتلاته تقعد مكان مين؟ مكان الواحد. طيب الصفر عايز يقعد، هنقول ما انت موجود. الاربعه عايزه تقعد يا جماعه، تقعد مكان مين؟ الاثنين ولا الصفر ولا الثلاثه؟ قول انت بقى تقعد مكان مين. بص على الاربعه، شايف الاربعه؟ ايوه ها الاربعه، مين ابعد واحد عنها يا جماعه؟ مين ابعد واحد عن الاربعه؟ ها نشوف مع بعض، يلا. الاثنين جنبي اهي، شايفه؟ طيب ها والصفر ها والثلاثه، يبقى الثلاثه جنبي والصفر بعيد اهو عني، عن الاربعه بتتكلم بتقول كده الصفر بعيد عني، يبقى اقعد مكان مين؟ مكان الصفر. فعلا الاثنين تفضل والاربعه تقعد مكان الصفر والثلاثه تفضل. جميل، طب الاثنين عايزه تقعد، تقعد مكان مين؟ ما هي موجوده، ما نعملش اي عمليه عندها. الثلاثه عايزه تقعد، تقعد مكان مين؟ ما هي موجوده، ما نعملش اي عمليه. طب الصفر يقعد مكان مين يا جماعه؟ الاثنين ولا الاربعه ولا الثلاثه؟ ها قول انت، ها الاثنين ولا اربعه؟ التلاته جنبي
والاتنين جنبي ابعد واحد هو مين؟ ده الاربعه مش جايه اصلا، مفيش اربعات. يبقى فعلا الصفر يقعد مكان مين؟ مكان الاربعه. برافو عليك، صح كده. يعني تخيل كده لو بيجي اصلا مش جايه يبقى الاولى انها تقعد مكانها، مش كده؟ طيب التلاته عايزه تقعد، ها مش كده؟ موجوده. الاتنين عايزه تقعد موجوده. طب والواحد يا جماعه عايز يقعد، يقعد مكان مين؟ الاتنين ولا الصفر ولا التلاته؟ الاتنين جنبي والصفر موجود، البعيد هو مين؟ ها التلاته، فعلا يبقى يقعد مكان التلاته، حل محل التلاته. طيب والاتنين موجوده، الصفر موجود، الواحد موجود، ما عملش عليها اي عمليه. طب والسبعه يا جماعه عايزه تقعد، تقعد مكان مين؟ الاتنين ولا الصفر ولا الواحد؟ يلا قول انت تقعد مكان مين؟ هتقول صح كده، برافو عليك، الصفر جنبها والواحد جنبها، مش كده؟ يبقى تحل محل الاثنين. معايا يا جماعه؟ فهمنا بقى طريقه الايه؟ ها طريقه الاوبتيمال. ابص على ابعد بيج قدام، قدام مين؟ قدام البيج اللي عايز تقعد، واحل ايه؟ محلها. جميل. طب البيج فريمز بقى يا جماعه اتفقنا عليها خلاص، عايزين بقى نحسب البيج فولتس. البيج قلنا هي ايه بقى؟ البيج فولتس عدد العمليات اللي تمت. نعد مع بعض، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، تسعة عمليات تمت، يبقى إذا عدد بيج فولت 9 بيج فولت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.